السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور. قصة لطيفة برويها عن أحد الصحابة بتستمتعون فيها، وبس برويها باللهجة العامية عشان تكون شوي بستايل ثاني. الصحابي هذا اسمه نعيمان، وهو يعتبر مثل الكاميرا الخفية بين الصحابة، يعني الإقصاص عنده وصل درجة مليون، لدرجة أنه مثلا مرة من المرات دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، استأذن ودخل، وكان قبل آية الحجاب، قبل ما تؤمر الحريم خصوصا أمهات المؤمنين بالحجاب. فدخل فيشوف واحد حذاله فيقول له: يا رسول الله، هذه عائشة؟ قال: نعم. قال: طلقها وزوجك أختي. قل يعني هذا الكلام ما ينقال لمنو ما كان، تقول للرسول عن أمنا عائشة. بس أمنا عائشة ذكاء يمشي على الأرض. فقالت له، وهو طبعا دميم الخلقة نعيمان قبيح، فقالت له: يعني أيمان، أنت أحلى ولا أختك؟ لا والله أنا أحلى. هل أنت أحلى؟ توكل على الله، ما عندي مشكلة. عنده موقف ثاني صار مع أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق كانوا طالعين على رأس سرية، ومعاهم طباخ اسمه الصويبط، طبيخ عدل من الخاطر. فوقفوا بالسرية يرتاحون، راح أبو بكر يطمن على السرية ساير جاي. صويبط ياس يطبخ، فيا نعيمان، قال له: يا صويبط، نعم، خلصت الأكل؟ قال: إيه. كرعتني، لا تخسي. أحيانا قبل أعطيك أنت، قبل ما أعطي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين قائد السرية، قال: ما أعطيه وأعطيك أنت؟ لا والله ما أعطيك. قال: يا صويبط، عطني. قال: ما أعطيك. وما تعطيني؟ قال: لا. يوصل كلام إن شاء الله. ويشوف قافلة من بعيد سار لهم، قال لهم: يا جماعة، أنا عندي عبد للبيع. أيوه. قال: يطبخ وينفخ ويرتب وينظف وشغيل من أفضل ما يكون، لكن عنده علة واحدة بس. قالوا: شو؟ قال: جذاب خريط، ما منه من أي واحد يكلمه يقول له أنت عبد، يقول له: لا أنا حر. قالوا: هاي مقدور عليها. ويا سحبهم لين ما وصل عنده، وهاك يطبخ ما يحصل إلا الحبل حول رقبته يسحبون. يا جماعة أنا حر. قالوا: عارف السالفة، أنا حر. قال: أيوه حر، أدري. شلوا والله. يا أبو بكر يتفقد شيء، طالع الصحون والجذور مفرورة، ونعيمان ياس ياكل. يا نعيمان، وين صويبط؟ قال: بعته. قدح، كيف بعته يعني؟ قال: والله بعته. يا منو؟ هذه الاكل اللي هناك، اخر الدنيا. ويطير ابو بكر ويعرفهم بنفسه: يا جماعه، الموضوع كذا كذا كذا، كم خذ منكم؟ قالوا كذا. اعطاهم البيزات ورد. يعني مقالب مش فقط يعني للناس المقربين من الرسول، ما خلى احد في المدينه مثل ما تقولون. اعرابي جاي بناكته ربطها عن باب المسجد الدخل. مر نعيمان شاف الناقة، قال: والله سمينة، شخطها وصلخها وبيطبخ الولد. يا الإعرابي، يا من البادي، يعني هاي وسيلة ترحال وسفرة، ما في شيء ثاني. يا الإعرابي: يا بني آدم، شو سويت أنت؟ قال: لا تحاتي. تبى بيزاته؟ قال: هي. قال: شوف اللي هناك هذاك، سيخذ منه، يشرع الرسول، يجي عند الرسول، يعرف الرسول في عفش السالفة. يعني المسح او القصد من اني انا اقول هالقصه شيء واحد، المسح واللطافه والظرافه والفرح والسرور موجود من ايام الرسول. الناس ياخذون فكره ان ايام الرسول حزن وضيج وتاثر وبكاء. لا، وقت الحزن شيء، وقت الفرح شيء، وقت الجد شيء، وقت المزح شيء، وقت الراحه شيء، وقت الجد شيء. فكل واحد اخويا بكل بساطه اعطي كل ذي حق حقه. هاي قصه لطيفه عن خلينا نقول أكبر كاميرا خفية كانت تحصل أيام الرسول. يعطيكم العافية.